الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 92 و700 من الهجرة. الحمد لله القدير الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور 12 في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق 20 من نيسانا، وقبله حين أبيه حانا، وبعد 2 غدا فطيما، جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت. فبعد 2 انشقاق بطنه، وقيل بعد 4 من سنه، وبعد 6 مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. وجده للأب عبد المطلب، بعد 8 مات من غير كذب. ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد 12، وكان من أمر بحيرا ما اشتهر. وسار نحو الشام أشرف الورى في 25 اذكرا، لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليها، وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، وزينب رقية وفاطمة، وأم كلثم لهن خاتمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام. وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر، وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. وبعد 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا، في رمضان أو ربيع الأول، وسورة تقرأ أول المنزل. ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل، وهي ركعتان محكمة. ثم مضت 20 يوما كاملة، فارمت الجن نجوم هائلة. ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، و4 من النساء، و12 من الرجال، الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في 5 عام، وفيه عاد ثم عاد لا ملام، 3 هم و80 رجل، ومعهم جماعة حتى كمل، وهن 10 و8. ثم قد أسلم في 6 حمزة الأسد، وبعد 9 من سن رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت،
وبعد 50 وربع أسلما جن نصيبين وعاد فعلما ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال وبعد 50 وعام تالي أسري به والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكرا وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبتا من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53 في يوم 2 ودام فيها 10 سنين كملت نحكيها أكمل في الأولى صلاة الحضري من بعد ما جمع فاسمع خبري ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء ثم بنى من حوله مساكنه ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذا العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 الشهر ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال 10 وفي زكاة المال خلف فدري وماتت ابنة النبي البري رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس طهري فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر وقينقاع غزوهم في الإثر بعد ضحاء يوم عيد النحر وغزوة السويق ثم قرقرة والغزو في 3 المشتهرة في غطفان وبني سليم وأم كلثم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه ثم تزوج النبي حفصه وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد فالخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا وفيها ولد السبط الحسن وكان في 4 الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا وبعد موت زينب المقدمة وبعده نكاح أمي سلمة وبنت جحش ثم بدر الموعد وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم قيل ورجمه اليهوديين مولد السبط الرضا الحسيني الإفك في غزو بني المصطلق وكان في 5 اسمع وثقي ودومة الجندل قيلا وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل وعقد ريحانة في ذي 5 ثم بنو لحيان بدء 6 وبعده استسقاؤه وذو قرد وص
وصد عن عمرته لما قصد وبيعة الرضوان أولى وبنى فيها بريحانة هذا بينا وفرض الحج بخلف فاسمعه وكان فتح خيبر في السابعة وحظر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الروية ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد وسم في شاة بها هدية ثم اصطفى صفية صفية ثم أتت ومن بقي مهاجرا وعقد ميمونة كان الآخرا وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضى الشهيرة والرسل في محرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة وعمل المنبر غير مختفي وحج عتاب بأهل الموقف ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسجد الضرار رافعة وحج بالناس أبو بكر وثم تلا براءة علي وحتم ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا وجاءت الوفود فيها تترى هذا ومن نساه آلى شهرا ثم النجاشي ينعى وصلى عليه من طيبة نال الفضلا ومات إبراهيم في العام الأخير والبجلي أسلم واسمه جرير وحج حجة الوداع قارنا ووقف الجمعة فيها آمنا وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم وموت ريحانة بعد عوده والتسع عشنا مدة من بعده ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاث والستين والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق ومدة التمريض خمس شهر وقيل بل ثلث وخمس فدري وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى عليه الله ربي وعلى صحابه وآله ومن تلاه.